ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء، حيث ألتقي معكم في هذا البرنامج على الهواء مباشرة لنتلقى اتصالاتكم واستفساراتكم بإذن الله، وذلك بتواصلكم عبر أرقام البرنامج 021-36-0101 و021-36-0102 و021-36-0103. أيضا يمكن الاتصال عبر الفايبر مع في أو من خلال الرقمين 021-218-466-56-80 و021-418-466-56-81. كما يمكنكم متابعة هذا البرنامج عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر أثير راديو التناصح بمدينة مصراتة 89.1، وعبر أثير مدينة مسلاتة والخمس وزليتن 39.3، وبمدينة طرابلس 102.1. فعلى الله توكلنا وبه نستعين. وأبتدئ بداية بما ورد إلينا من الأسئلة عبر صفحة البرنامج. السؤال الأول يقول فيه صاحبه: هل تجوز الحجامة في نهار رمضان؟ أقول وبلا تعالى التوفيق، الحجامة نهى النبي صلى الله عنها للصائم لما فيها من تغرير الصائم بصومه، فيخشى منها أن يعني المرض وزيادة المرض، فيترتب عليه الإفطار، ويترتب عليه مثلا يترتب عليه يعني العطش وكذا، فهو المحتجم عادة يحتاج إلى يعني تقوية تعويضا لما خسره من الدم. فإذا احتجم ويعلم من نفسه أنه يمكن أن يصوم كذا، فهذا لا يضر بالصوم، فهي إذن ليست مفطرة في ذاتها، وإنما يخشى منها أن تؤدي بك إلى يعني إلى الإفطار، وتؤدي بك مثلا إلى المرض أو الغثيان أو نحو ذلك، فمما يضطر المحتجم إلى إلى الإفطار، فيترتب عليه إفساد صومه. فالأولى به أن يجعلها بالليل، لكن من علم السلامة فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. ومن خشي طبعا، من علم من نفسه التغرير وخشي منها ومن ضررها، فهنا يحرم عليه أن يفعلها نهار رمضان، بل يجب عليه أن يفعلها ليلا. أيضا مما ورد في عبر الصفحة سؤال أخ ناجي، يقول في سؤاله: ما حكم تأخير غسل الجنابة في رمضان؟ هل يفطر؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هنا الغسل، تأخير الغسل لا يترتب عليه يعني الإفطار ولا فساد الصوم، والجنب صومه صحيح. لكن السؤال يرد عليه: أين أنت من الصلاة يا أخي والسائل وغيره؟ فأنا الواجب هو الغسل بعد ولو بعد أذان الفجر ليقيم صلاته ويؤدي الصلاة في وقتها. وأول صلاة يعني تلقيه بعد يعني بعد طلوع الفجر هي صلاة الفجر، فيعني هي على الصوم، الجنابة على الصوم لا تؤثر إذا حصلت ليلا، فأنا لا تؤثر إذا أصبح بها جنبا، فأصبح جنبا نهار رمضان فلا يفطر، لكن عليه أن يغتسل لأداء الصلاة. والصلاة هذه عظيم أمرها كما شدد عليها المولى عز وجل في أكثر يعني في كثير من الآيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمر بها وأمر بإقامتها وأدائها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا أدها في وقتها فيعني فلا بأس، والله أعلم. نستقبل أول اتصالات معنا. الأخ عبد السلام من درنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام طيب يا شيخ. كل عام وانتم بخير، اهلا وسهلا بك، تفضل. انا نعطي نصيحتي على خاطر البرنامج. نعم. انا يا شيخ توا داعي،
نشوف الاعلام الليبي يعني مش واخذ وضعه، والاعلام زي زفت، وجابوا في المسلسلات بتاعت هارون الرشيد، هارون الرشيد وهم طبعا زملائه وبتاعين دعاره وبتاعين كذا، يعني النساء عاريات كفيات. شفنا يعني علي افطار نحن سيام توا، نشوف القنوات الليبيه مشيت والله مشيت العلمانيه، يتقوا الله بفلوسهم ودعات القنوات، لانه هو الاعلام احنا مجتمع نظيف. نعم. احنا مجتمع تفرجوا على شاشه واحده، ما يجيش الكلام هذا، الناس نساء عاريات ساقطات. نعم سلام وصلت رسالتك. ثلاثة السيارات تو الاغاني والقصه هذه، يتقوا الله بفلوسهم، فلا بد من وزاره الاعلام. نعم لان نحن نقعدوا على مائده واحده، فلا بد الحسنه والحياء من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله. والقيم الحميده هذين لابد نزرعوهم عن طريق الاعلام، مش حنجيبوا هارون الرشيد بالطريقه. هم المفروض يجيبوا معارك يرموك. نعم وضحت الصورة أخي عليه السلام، وصلت الرسالة إن شاء الله، وبارك الله فيك وجزاك خيرا على ما تفضلت به. معنا الأخ ميلاد من سبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. أهلا أخي ميلاد، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. كل سنة طيبة، أهلا وسهلا بك، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ علي. أيوه. السؤال الأول، أيهما أفضل في الأجر في صلاة التراويح، في مسجد يختم القرآن أم مسجد يقرأ بربع ياسين أو النصف؟ وضع سؤال شيخ علي. نعم وضع سؤالك إن شاء الله. السؤال الثاني، طبعا وردت في صلاة التراويح أن قد صلي يعني قاموا بالصلاة بها 36 ركعة، ومنهم من صلى 13 ركعة، ومنهم 8 ركعات، وفي اللي صلاها 23 ركعة. نبغوا القول الأفضل، أيهما أفضل يا شيخ؟ وضع سؤالك إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ علي. نعم مبارك. إذا معنا الأخ علي من طرابلس، أهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. أيوة حبيبي. أيوة شيخ. مرحبا بك يا علي، أهلا وسهلا، تفضل. بارك الله فيك ما شاء الله. أنا عندنا سؤال، ولد ما ولد يا أستاذ. خير إن شاء الله. عندنا فهمت ولد في قطعة أرض لحياة عمتي عيشة. ولدها أبوي هو الحقيقة. ما فيش الا ورثها الا ابوي بس، وتوفوا كلهم، وابوي متزوج مره ثانيه عندها معها ثلاثة اولاد. اخوي الكبير هذا، اخوي الكبير قال انا ما عنده الحجج، هو من موتة الوالد عنده الحجج، فماشي كل حملة توا طلع الحجج توا، قال انا نخدم على هذه ندير عليها انا والحقيقه نصر اسمها انا نتولى بها فهمتي، ونبي ناخذ 10%. قلنا له كيف عاد ما يجي دير المحامي وخلصوا احنا زيك زي وناخذ على حسب الورق. قال لا ناخذ الثمن امي والاول وبعدين ناخذ 10%. 10% على ايش؟ على القسمه؟ على خدمته هو. قال لا باش يطلع الحجه، ما بلاش يطلع لنا الحجه. لا هو بياخذ 10% على ان يقسم بينكم ولا كيف يعني؟ لا مش يعني يقسم بينكم وياخذ، انا يقسم بيننا صح. نعم وضع سؤالك ان شاء الله. الله يبارك فيك. مرك. معنا أمة الله، اهلا وسهلا بك، من اختي من طبرق، اهلا وسهلا بك. انقطع الاتصال، قطع الاتصال معها. اذا الأخ ما ورد إلينا من الأسئلة في هذه الحلقة، الأخ عبد السلام من درنا نبه عليه نقطة الإعلام ويعني تأثيره وأثره وبثه للبرامج السيئة، وبالأخص في نهار رمضان وفي شهر رمضان عموما. نعم هذا مما لا ينبغي، وعلى الجهات المسؤولة أن تتابع هذه الأمور وأن تؤدي دورها وتمنع مثل هذه يعني الأمور إذا كانت يعني تنشر كما ذكر
النساء الكاسيات والعاريات وكذا ما شابه، فهذا مما لا ينبغي يترتب عليه يعني فساد في المجتمع وفساد من نشر الرذيلة. والمولى عز وجل يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، والله أعلم. فعليهم أن يتقوا الله في إخوانهم المسلمين وأن ينتهوا عما حذروا منه، وأصلح الله حال الجميع إن شاء الله. معنا المتصل أخ فتحي من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا بك. الله يرحم والديكم على البرنامج. بارك الله فيك، تفضل. يا شيخ أنا عندي موضوع هيك بنقول لك عليه. هو مهم والله. إحنا عندنا في القرية بتاعنا عندنا في عنزارة عندنا مجموعة خياش، 9 خياش. نعم. كان عندهم بير، والبير هذا الصندوق بتاع البير هذا اللي فيه بطمة الحمراء اللي نضرب قاعدين ما غير مية شي 5 أيام ولا 6. نبوا من أهل الخير، كان حد من أهل الخير يساعدهم في الصندوق هذا وحالتهم بالهون هم راه. هذا تعبهم أنا قصدي ما عندهمش استطاعة ياخذوه. نعم إن شاء الله، بارك الله فيك. تواصل مية قاعدين طيار يا شيخ من المية. فتحي لعلك تترك الرقم وإن شاء الله خير بإذن الله. إذا معنا أيضا الأخ حمزة من مصراتة، أو حسن عفوا، أخ حسن أهلا وسهلا بك. الله يسلمك يا شيخنا، بارك الله فيك. يا شيخنا نبي نسأل على كل بالنسبة بالنسبة للإمساك عند أذان الفجر، كل واحد شنو يقول؟ في اللي يقول قبلها بربع ساعة تمسك، في اللي يقول قبل الأذان قبل ما يقدم تمسك، في اللي يقول حتى يقدر وتشرب مية عادي. أنا أعطناش الصواب يا شيخنا والله. نعم هذا إن شاء الله. إن شاء الله يوضح لك المسألة بإذن الله. بالنسبة وسؤال ثاني إن شاء الله يا شيخ علي. نعم. أيوة. نعم السؤال الثاني، السؤال الثاني إن شاء الله كان سخر ربي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم. باهي. عندنا توا بالنسبة لي أنا عندي الزوجة وعندي الابن. الزوجة مثلا كان قصرت في صلاتها أو حاجة نتجازى عليها هني، يعني أنا ناخذ وزرها مثلا ما صلتش مثلا الظهر مع صلة الظهر مع العصر أو العصر مع العصر أو العصر مع العشاء. نعم. أو كذا تكنيكيت، أو ما مسكتش في روحها كويس، معناها أنا ناخذ وزرها. هذه هي. نعم نعرف سؤالك يعني إن شاء الله. نعم هو أنت يعني عليك بالنصيحة والأمر يعني بالمعروف. نعم واضح سؤالك، إن شاء الله نعلق عليه بإذن الله. معنا الأخ عيسى من طرابلس، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال يا شيخ. نعم تفضل. زوجتي البارح طهرت من حيض. واليوم الصبح أعودها الدم مرة ثانية. الحكم هذه تفطر الصمر. لا خلاص تفطر هذه. إذا كان يعني طهرت على كم؟ على أكثر العادة ولا؟ 5 أيام. ايه تفطر الظهر، الله اعلم. ان شاء الله بارك الله فيك. اذا سؤال الاخ ميلاد، مساله صلاه التراويح في مسجد يختم القران خير ام غيره من المساجد التي لا تختم تقرا مثلا بربع القران او كذا خير؟ لا شك ان من كانت له القدره على ختم القران فهو الافضل. ومن يعني من مندوبات التراويح ومن سننها أن يختم فيها بالقرآن، وسماع القرآن للمصلين للإمام والمأمومين سماعهم وإنصاتهم وطول قيامهم يكون خير لهم في الأجر إن شاء الله تعالى. لا شك فهو أفضل مما لو قصر، لكن يظل اختلاف يعني المساجد وكذا، هذا فيه فسحة للناس. بعض الناس يعني يستعجل بعضهم لا يستطيع القيام، يعني هناك مساجد تختم، فمن أراد فليلتجئ إليها وليأتم بها وليصلي معها فيكون ليحضر الختمة كاملة. وإلا إذا كان يعني عنده ظروف أو كذا، بعض الناس أو في وقت من الأوقات ربما بدل أن يترك التراويح رأسا يصلي ولو بربع القرآن أو نصفه أو ما تيسر، لقوله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن، والله أعلم. معنا الأخ متصلة فاطمة من سبها. أخت فاطمة أهلا وسهلا بك.
انت على الهواء خد فاطمه تفضلي. معنا اتصال اخر مع اخ محمد من مصراته. مرحبا شيخ حالك. اهلا وسهلا بك تفضل. كل عام بخير ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. انا بدي اسالك على عندي زوجتي عندها طبعا الفيديو بتاع افطار رمضان طبعا هي ما تقدرش تصين يعني حوزها معاهم فهل يجوز طبعا الفيديو انا المبلغ كله مثلا شهر يعني ناخذ بها وجبات ونعطيها نتصدق بها لازم نقدا والله. يعني انت تريد شراء الوجبات والتصدق بها؟ يعني بس تو الفجر 4 دينار ما تجيب شيء، لكن لما نجمعها الشهر كامل مثلا ناخذ الشهر كامل هذينا والله نقدر نجيب 4-5-16 وجبات ونعطيه للناس المحتاجه. نعم واضح سؤالك ان شاء الله وكان اجيب عليه باذن الله. معنا الاخ محمد من مصراته ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخ أنا بنفس السؤال ومش على الصيام قصدي من عليه. تفضل. أنا لو بنشتغل في شركة كبيرة مثلا باي وصاحب الشركة قصدي مش معروف الفلوس نتاعها الحلال الحرام ويخدموا في أعمال واجدين موفر فرص عمل لناس واجد وفاتح شان زي ما نقول لكن مصدر الفلوس نتاعها في شكل ممكن اعتمادات حاجة زي. هل هو مختلط أو يعني صافي حرام؟ مختلط. مختلط. نعم. عم نجيبك ان شاء الله. باذن الله. اذا نرجع الى الاسئله، سؤال اخ الميلاد الاخر ذكر وردت في صلاه التراويح قال عده روايات بعضها اثبت مثلا 13 ركعه، بعضها 8، بعضها 10 او 23 و36. فأيها الصحيح من هذا؟ هذا كله هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة من بعده 23 و 36 واستمر عليه عمل الصحابة في المدينة وفي مكة كانوا يصلون في المدينة النبوية في عهد الصحابة كانوا يصلون 36 ركعة ثم وكان في مكة يصلون 23 ركعة وورد يعني غير ذلك وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها أقل من ذلك. هو الأصل الذي أخذه العلماء يعني أن لا تحديد بحيث لا تحجير في هذه المسألة حيث لا يزيد على 10 أو لا يزيد على 20 فهذا لا واضح. هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم وفقه السلف أنهم كانوا يعني لا يحجرون في هذا بحيث يمنعون أي زيادة. هذا لم يفهمه أحد، لم يقل أحد الزيادة على 36 ممنوعة أو الزيادة على 23 ممنوعة. فأهل مكة كانوا يصلون 23 ولم يمنعوا الزيادة عليها، فأهل المدينة زادوا عليها ولم يعني لم يبدعوهم أو يفسقوهم أو يروا أن هذا خرج عن شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأصل صلاة التراويح ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخص بالرخصة صلاة النوافل جماعة في مسجد، فهذه رخصة صلاة التراويح وهذه رخصها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها ثم استدام عليها الأمر وتركها كما هو معلوم. النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أياما وتركها ثم يعني فعلها الصحابة من بعده واستمروا على فعلها جماعة في المساجد. من صلت يعني 13 ركعة كما هو معتاد في بلادنا فهذا لا بأس ولا حرج، وهذا يعني قد أتى بالخير وأتى بالسنة على وجهها والله أعلم. أما تغيير وننصح به يعني أن ما استمر عليه عمل الناس يبقى على ما هو عليه، أما يعني تقليب الأمور وأنك أنت تغير كذا لحبل المخالفة وكذا فهذا لا ينبغي. الاتيان الناس بما لا يعرفون هذا أصلا فتنة في دينهم، فالأصل يبقى ما كان على مكان، بالأخص أن الجميع سنة. فإذا تركنا 13 ركعة المعتاد عندنا إن نتركها إلى أي شيء، فهو على كل إذا تركناها لا شك إذا صليناها 23 فهي سنة، وإذا صلينا أقل من ذلك فهو سنة، فالأمران جائزان. لا معنى لتغيير سنة بسنة إلا إرادة يعني افتتان الناس بها و يعني عمل شوشرة ومشغلة للناس وشغلهم الشاغل، فهذا لا ينبغي. أيضا مما لعله يتعلق بهذا الموضوع بعض الأئمة مثلا يصلي ركعتين قبل صلاة التراويح ويسميها ويعتبرها راتبة
لا هي صلاة التراويح هي راتبة العشاء وهي قيام الليل، ومعنى الراتبة هي كل ما يصليه المسلم بعد الفريضة مما يتعلق بالفريضة فهو راتبة، فأداؤه لصلاة التراويح يعتبر تدخل فيه الراتبة ضمنا. فمعنى كلمة راتبة هي الصلاة التي تشرع مثلا بعد الظهر أو بعد أو قبل الظهر أو قبل العصر، فهذه نسميها راتبة العصر راتبة الظهر وما شابه كذلك. راتبة العشاء ما معنى راتبة العشاء؟ يعني تصلى بعد صلاة العشاء، فهذا قيام الليل تعتبر هي في حكم الراتبة، لأنها لا تكون إلا بعد صلاة العشاء والله أعلم. فلا معنى يعني لتخصيص ركعتين هذه راتبة يصليها الإمام منفردا وكذا، فهذا مما لا ينبغي وعمل يعني مخالفة لعمل الناس ومخالفة لما يعرفون، فيقع عليهم فتنة في أمر دينهم والله أعلم. معنا الأخ متصل، الأخ مفتاح من مصرات، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. نهارك سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله بنستفسر يا شيخ على أساس إحنا زمان الرمال هذه الرمال كتمان الرملية هذينا طبعا هذه تاريخها مش معروفة، أنت جبت للبلاد كمصرات يعني، ولكن الناس بس ما هنا فترة جد فترة الحكومة صرحت فيها، والبيان طبعا المسح زمان الرملة يعطي بفلوس باش انه يستكمل رملة، عرفتوا؟ نعم. وبعد فترة طبعا يعني من حوالي من السبعينات هي الحكاية هذه، ايه فهمت. المهم طبعا بدوا يستفتحوا في الرملة، ولكن بعد فترة الدنيا تغيرت والأسعار تغيرت وشيء، كل واحد يقول والله اللي يقولوا جدي كاين هنا. نعم. سؤالك أخي مفتاح يعني إيه هذا السؤال إيه تستنيه مثلا اللي استصلح شيء بعمر الحكومة معتن بترخيص من الحكومة أو زي مثلا خديه آلة كشيك والله آلة حاجة والله حول يعني أجر عليها بالفلوس، ومثلا وهالوقت دايا مباني وطرق وعملية يعني كبيرة مش شيء يعني هذه اللي كتبها الرملية ملك للدولة، هي أصل طبعا هي ملك للدولة، لكن بعدين استصلحوها الناس. لا أمدى استصلحوها الناس يا واجد توا وين أنا عمري 70 عام ومش واعي في بوي بأن وقد جزء من هالأرض هذه. نعم. وأنتم قاعدين فيها من هذاك الوقت يعني؟ قاعدين فيها من هذاك الوقت. والآن سؤالك عن إيش يعني؟ لا هل تملك ملكك هذا ولا ما يملككش؟ عندك ليها أوراق ولا ما عندكش ليها أوراق الأرض هذه؟ لا عندي فيها أوراق عندي فيها مثلا علم وخبر وفيها اللي حتى مسجلة بالتسجيل العقاري. تمام. إذا شنو الإشكال فيها هنا؟ ما فهمتش أنا معليش. الإشكال فيها اللي شو يدعوا يقولوا والله إحنا أرض ما كاين شب ما كاين هنا ما كاين شنو، تباي هات أوراقك وهات حدودك الرسمية وهات يقول لا والله الجوز كاين الجوز نحتل هالجوز وما عندناش. نعم مضى سؤالك ان شاء الله. بارك الله فيك ورب يخليك ان شاء الله. معنا الاخت ام الجريح، اهلا وسهلا بك. أهلا الشيخ، كل عام وانت طيب والقايمين على البرنامج والشيوخ. كل عام بخير، اهلا وسهلا بك، بارك الله فيك. والمقدم في الشهر كل عام وانت بخير يا رب. ان شاء الله بارك الله فيك. تفضل. عندي سؤال بالله يا عم الشيخ، انا تو كنت نسمع في الاخ اللي زويه على صلاه التراويح. نعم. انا بالنسبه لي كل يعني خاطي رمضان نصلي في الصبحات طبعا والصبح والعصر والمغرب، كل صلاه خاطي المغرب بس. أينك صلاة الظهر نصلي ركعتين قبل الظهر، قبل يجي وقت الظهر نصلي ركعتين قبل يجي صلاة العصر. نعم. وبعدها يخش المغرب نصلي المغرب ونصلي بعده في ركعتين. نعم. وبعد تالي العشاء طبعا يخش نصلي العشاء، ما نصليش الشفع الوتر، نصلي ركعتين وبعد نصلي أربع ركعات العشاء، وبعدها طبعا الشفع والوتر دي معروف. نعم. وبعد تالي نصلي في التراويح في رمضان كل عام وانت طيب، نصلي التراويح في 8 ركعات كل ركعتين جميع. انا مش عارف يا عم الشيخ بالله عليك تعطيني توضيح للشيء هذا. نعم. يعني صح ولا غلط؟ تمام عملك صحيح ان شاء الله. الا صلاه التراويح كيف قلتي انت؟ صلاه التراويح وتصلي فيها كم؟
نصلي فيها ثمان ركعات، كل ركعتين جميع ونسلم. ثم تصلي شفع والوتر بعدها. وبعد نصلي ايوه الشفع والوتر، وبعد تالي وان يعطيني ربي صحه ديما نصلي في الصلاه هذه قيام الليل، نصلي فيها لين يبان علي الفجر، يبان علي الفجر جدا نصلي، وبعدها الحمد لله باذن الله. يعني تقومين للصلاه نهايه الليل، نهايه الليل تصلي مره ثانيه. نصلي ايوه نصلي ما بطلش صلاه، لكن نريح بين الصلاه مش ديما، يعني نصلي كيف على اللي يعطيني ربي بيها، نصليها قيام الليل، لين يبان علي ضي البهر الضي. وبعد تالي نرقد هيك الساعة 2 وبعدها نوض نصلي الضحى. نعم ماذا صلي؟ وبالله يعطيني الفتوى فيها يا عم الشيخ، صلاتي مضبوطة مش مضبوطة بالله تعطيني عليه. إن شاء الله بإذن الله. وبارك لنا الله فيك وفي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا سؤال الأخ علي من طرابلس سأل عن مسألة، قال قطعة أرض ورثها والدي عن أخته، قال الآن الأخ الأكبر يريد أخذ 10% ليقسمها بين الإخوة، هذا ما فيش من حقه إلا برضا الورثة، يعني إذا وكلوه فيها عليها وطالبوه يعني بأن يقسم بينهم ويأخذ هذه النسبة فلا بأس، وإلا فلا يجوز له هذا الأمر إلا برضاهم، فهذا عقد آخر لا تستحق به. وكما ذكر الأخ السائل يمكن يعني الرجوع للمحكمة أو غيره، أو من يأخذ نسبة أقل أو ثمن أقل لهم الحق في مثل هذا، وليس من حقه أن يمنعهم عن قسمتها إلا عن طريق هو، وهذا من ظلم، يعني من ظلم هذا الوارث أن يمنعهم من قسمة التركة إلا من عن طريق هو، لا تقسم الأرض إلا من خلالني وني اللي نقسم بيناتكم وني بناخذ نسبة عليها، فهذا غير جائز. ثم مسألة حتى اللي يأخذوا في النسبة فيما أعلم يعني والله أعلم، يعني تكون أرض عليها خصومة أو كذا، فهو بيخاصم عليها وبيجري عليها وبيسعى فيها، فتكون هي مترددة بين الحصول عليها ولا، فأنا يوكل بعض الإخوة للإتيان بها ثم يأخذ نسبة عليها، وعلى كل حال هذا لا يكون إلا برضا الورثة والله أعلم. معنا المتصل أخ غيث من بني وليد، أهلا وسهلا بك. شيخ السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل الله منه شيخ. من نومكم إن شاء الله، تفضل. شيخ نسأني، أنا متوظف من 2009 في وظيفة. نعم. بعتلي تو في 2023 قالوا لي دوري أن إحنا بيحولوني لقطاع ثاني، باهي. نعم. شوية تضح إني ما عنديش قارة تعيين. كم شيخ؟ أنت متوظف ما عنديش قارة تعيين. ايه ما عنديش قاعدين من 2009 متوظف، في تو قالوا لي شديها، قال لي شوف تعيين قاعدة تعيين ثاني تحط في اسمك وتقدم الملف كذي يعني. وتقدم ايش؟ نقدم ملف كذي يعني مثلا قاعدة تعيين اللي بندير هذا بنحط فيه ملفي باش يمشوني. نعم. سؤالك الان على ان انك يعني بتدخل اسمك في جهة أخرى مثلا. في قرار تعيين ثاني، هل هذا جائز غير جائز بس شيخ؟ نعم مضى سؤالك ان شاء الله. ظهر هذا تزوير يعني ولا؟ ظهر هذا تزوير، تحط اسمك في قرار اخر. لو انت ما فيش حل ثاني كيف انك تاخذ اسمك تحط في قرار اسم قرار تعيين ثاني، تحط اسمك وقدم ملفك هيك يعني. خير ان شاء الله. نعم. هو المرتب نازل من 2009 ولا ينزل؟ من 2009 اني نخلص من 2009 انا عندي اليوم. وكيف بدون قرار تعيين لا شيء؟ والله يا شيخ كذي من زمان احنا حاطونا مجموعه كبيره في 2009 ما عندناش قرار تعيين. نعم. واضح سؤالك ان شاء الله، علق عليه سؤالك باذن الله. معنا الاخ سالم من الزاويه. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا بالنسبه لي الحكم اللي صار خاصه في جيبان المحطات في شهر رمضان. المسابقات ايش؟ هل هذا قمار ولا مش قمار؟ لا المسابقات، اي مسابقات؟ المسابقات هذه اللي تنزل مسابقات ان شاء الله او تشارك او يعني يخصم منك فلوس يقول لك شارك وتربح سياره وتربح جائزه وتربح. يعني ما قلنا المسابقات كثيره متنوعه وكل لها طريقتها. انت سؤالك على ان طريق بعض المسابقات بتقول لك ابعث رساله
ايه يخدم الفلوس يعني يخدم الفلوس نعم. يعني يعني ايه لا هذه غير جايزه هذا قمار واضح هذا قمار غير جايزه كانت تاخذ رساله او فلوس على الرساله فهذا قمار غير جايز والله اعلم اذا اذا سؤال الاخ حسن من مصراته سأل عن مسألة الإمساك عند الفجر متى يكون قال هنا اختلفت علينا الأقوال في يقول تمسك مع أذان الفجر أو قبله بعشر دقائق أو قبله بربع ساعة أو حتى مع الأذان تشرب ما فيش بأس فما العمل في هذا الصواب هذا في هذا يعني المندوب المندوب أن تمسك يعني قبل طلوع الفجر بدقائق ولو عشر دقائق في حدود يعني العشر دقائق كانت الإمساكيات فيها يعني هذا التقدير تقريبا 10 دقائق او 12 دقيقه في بعضها يصل فهنا تمسك هذا القدر وعلى ما ورد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسك يعني قبل الفجر بمقدار ما يقرا القارئ 50 ايه تقريبا فهذا هذا لكن هذا الامساك الامساك مندوب الواجب هو عند طلوع الفجر وطلوع الفجر هو الان الاذان الاذان لصلاه الفجر وعندنا في مصراته هو الاذان الرسمي يعني أو كذلك في سائر يعني الوطن يعني الأذان المعتمد في الأوقاف السابق اللي هي المنشور والمعتمد كان سابقا هذا هو يعني المعتمد توقيتنا السابق دخلت عليه توقيتات أخرى ربما غيرت وكذا فهذا لا يعتمد عليه وإنما يعتمد على التوقيت السابق ل يعني لأن قامت به لجنة مختصة من الخبراء وهذا اجتهادهم ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد وتغييره يعني من فتن الناس عن دينهم وصيامهم وعبادتهم ويترتب عليه تشويش للناس أو تشويش للناس في عبادتهم وعلى كل هي في يلاحظ أن هذا الأمر يتردد في كثير من بلاد المسلمين كلهم يعني تطلع لهم باعتبار أن أذان في صلاة الفجر هو مسألة اجتهادية فإذا قدر العلماء وراقبوها وثبتوا نقطة معينة فيقول لك يعني راهو دقيق 100% وقطعي وكذا لا ولكن هذا ما يغلب على الظن والواجب علينا اتباع غلبة الظن واجب على المسلم أيضا أن يتبع الجهة التي يعني يمكن اعتمادها لجنة خبراء وكذا فهذه هي التي نعتمدها من كان له اجتهاد شخصي وكذا فهذا فليتبعه بنفسه وهو مسؤول عليه وهو يتبعه هو بنفسه لكن شوش على الناس هذا مما لا ينبغي ولا يفعله العاقل إضافة إلى مسألة قال بيقولوا مثلا قبل مع أذان الفجر يمكن تشرب وكذا هذه لعلها من يعني من فترة قديمة كان التوقيت يعني يحتاط له وأظن من أيام الثمانينات أو قبل التسعينات الثمانينات والسبعينات كان في توقيت تقريبا فيه فرق نص ساعة أو ثلث ساعة فكانوا المشايخ يقولوا حتى مع الأذان تشرب وبعد يكمل الأذان تشرب ليه؟ لأن كان الأذان هو أصلا سابق لطلوع الفجر وهذا التوقيت الأقدم وهذا لغية وصحيح والحمد لله لكن توقيتنا الآن يعني مسألة الدقة فيه إلى حد كبير جدا فينبغي اعتماده لا إذا أذن الفجر فلا يشرب لا يشرب مع الأذان باعتبار أن هذا التوقيت اعتمد طلوع الفجر الرسمي وهو الأحوط للصائم وإذا شرب مع طلوع الفجر فعليه القضاء وإذا كان متعمد فالأصل القضاء والكفارة لكن باعتبار وجود مثل هذه الأقوال وكذا فربما يقال القضاء فقط فعلى كل لا ينبغي للصائم أن يشرب مع أذان الفجر الرسمي المعتمد يعني في اللي هو في إمساكياتنا وتوقيتنا الرسمي فهذا لا ينبغي أن يشرب مع أذان الفجر بل عليه أن يمسك قبله إذا أمسك قبله بعشر دقائق أو 12 دقيقة وكذا فبها ما أمسكش ما فيش بأس لو شرب المية بينه وبين أذان الفجر يعني حتى قبل الأذان بدقيقة أو بدقيقتين هنا فصومه صحيح لكن يشرب بعد الأذان في الأصل لا يشرع الأذان إلا بعد طلوع الفجر وإلا فصلاتنا الفجر ديما فكأنما لا بالأذان لأن يؤذن لها قبل طلوع الفجر زي الظهر أو العصر مثلا نؤذن العصر من الآن قبل دخول وقت العصر فهذا يعتبر كاللغو كأنك ما أذنتش لصلاة العصر إذا الأذان قبل وقته لا يؤذن لأي صلاة قبل وقتها إلا في مسألة الفجر وهذا حتى مستحب في السدس الأخير من الليل وهذاك
هي مسألة الأذان الثاني، وفي الغالب مجتمعنا لا يعرف الأذان الثاني، فالأولى تركه والله أعلم. معنا المتصلة الأخت أم عبد الرحمن من مصرات، أهلا وسهلا بك. وعذرا على الإطالة أخت أم عبد الرحمن، لو كنت معنا تفضلي أنت على الهواء. أخت أم عبد الرحمن قطع الاتصال معها. الأخ عبد المنعم عبر الفايبر، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم شيخ علي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم، بارك الله فيك شيخ علي. أهلا وسهلا بك أخي أمنا. عندي سؤالين. أيوة تفضل. السؤال الأول، بارك الله فيك، ما حكم تسمية فاطمة الزهراء واسم عبد المنعم؟ بس ما فيش. نعم، واضح سؤالك إن شاء الله. نعم. سؤالك الثاني. ملاحظة هي الثانية يا شيخ علي. نعم. ملاحظة هي بعد إذنكم، بالله نبغى نصيحة للقنوات اللي الليبية اللي تجي في البرامج في نهار في رمضان، نرجو منكم إحنا تنصحوهم لأن أخلاق غير إسلامية وليبية، نرجو منكم النصيحة لهذه القنوات، بارك الله فيكم. بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى. إذن وعليكم السلام ورحمة الله. إذن سؤال الأخ حسن التالي، مسألة كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، سأل هل يحاسب وليجازى الإنسان أو الرجل على إهمال زوجته وأولاده للصلاة؟ هو الواجب عليه أن يأمرهم بالصلاة، فإذا فرط في الأمر وتركهم فهو محاسب على هذا، لكن صلت وما صلتش، إذا تكاسلت وتركت ف زي ما يقولوا ذنبها على جنبها، لكن هو عليه بالأصالة أن يأمر أهله بالصلاة، لقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهنا الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخص يعني الأمر بالمعروف حيث كنت مسؤولا عنهم مثل الزوجة والأولاد، فكل مسؤول عن زوجته وأولاده، فهو يأمرهم بالصلاة، يأمرهم بطاعة الله وترك معصيه جملة، ومن أهمها مسألة الصلاة، يتابعهم إذا كان يصلى ما يصليش، عليه أن يأمره بالصلاة في يعني على الدوام، فإذا اطمأن إليه أنه يصلي الصلاة في وقتها فانتهينا هنا خلاص. وإذا علم أن الزوجة تتراخى فعليه أن ينصحها ويعظها مرة واثنين، وعليه أن يشدد عليها في هذا الأمر والله أعلم. معنا المتصل. نعم. الأخت سعاد من البيضاء، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معليش الشيخ، بدي أسأل عن كفارة حلف اليمين. كان هنا عندي كم قسم، قسم نتاعي مثلا أنا مرات نقول بدي الحاجة هذه والله ندير حاجة وبعدين ما نديرهاش، مثلا والله اليوم ماشية بعدين نفكر نقول مش ماشية، عندي تردد في حاجات كثيرة، ونعرف كم عدد عندي وكم كفارة حلف اليمين. يعني أنت حلفتي كثيرا؟ كم مرة يعني كم مرة نقول مثلا والله اليوم ديت بعد ما ندعش، والله كنسك تو ندير حاجة ما ندعش حاجة بيني وبين نفسي. لا أنت تحكي بلسانك وإلا بينك وبين نفسك تقولي فيها. لا هيك مثلا نقفل هيك فمي، والله كم نديرها اليوم كيف الوصفة بعد ما ندعش، والله كم نحط هذه الكنة هنا هذه الكنة بعدين ما ندعش، عندي كم حاجة. كيف الوصفة بس نقسم الحاجة ما تنديرها. يعني أنت بدون قصد منك إلى الحلف. هيك قصد مثلا والله اليوم ماشي بعدين نمشيش، والله تنحط هذه وندير هذه وبعدين ما نديرهاش. نعم. قصدتي الى الحلف ولا لا؟ قصدتي الى الحلف. قصدت الحلف. قصدتي الحلف. نعم. وكم عددها مش عارفه، وكم كفاره كم حقها. نعم هذا سؤالك ان شاء الله. انا ناسي العدد كم، يعني كيف نكفر عليه وكم قرب تقريب حاجة. هو العدد قرب تقريب، ما عنديش الا عندك شلة التقريب في هذا الأمر، وأجيبك عليه سؤالك إن شاء الله. إذن سؤال الأخ عيسى قبل عندنا متصلة. إذن سؤال، نرجع إلى سؤال الأخ عيسى. ذكر أن زوجة طهرت في بالليل ثم عاودها الدم، هذا قلنا خلاص إذا أتمت الأيام، إذا أيام حيضتها خمسة أيام فجاتها خمسة وطهرت، لكن اليوم السادس جاء عودها الدم، فهي الأصل عندنا أن تستظهر بثلاثة أيام،
فاليوم الزائد هذا تعتبر حتى هو تبع لأيام حيضتها، فتفطر ولا تترك الصلاة حتى تطهر. ولو جاءت ولو قطرة يسيرة من دم فهذه مفسدة للعبادة، ويترتب عليها الإفطار في نهار رمضان، وتكمل يومها يعني فاطرة خلاص معاشي، حتى لو طهرت فيها خلال هذا اليوم تغتسل وتصلي الصلاة، ما أدركته من الصلاة تصليها. لكن بالنسبة لصيام اليوم مثلا خلاص معاش تمسك في ما بقي من اليوم والله أعلم، ولو كانت يعني قطرة يسيرة من الدم، لأن عندنا المعتادة تستمر في حيضتها أيام عادتها ثم تستظهر بثلاثة أيام احتياطا، فإذا انقضت ثلاثة أيام بعد أكثر عادتها بعدين خلاص الدم الذي تراه يعتبر يعني دم استحاضة لا معنى له. سؤال الأخ محمد بعدين من مصراته، مسألة الزوجة ذكرت هو زوجة عندها عليها الفدية تريد شراء وجبات وتدفع الفدية من طريق في نهاية الشهر من خلال وجبات. الأصل في الفدية يعني مد من قمح أو زيادة عليه بما تيسر، مثلا إلى ثلثي مد تقريبا يقدر الآن بالدنانير أربعة دنانير. لو تركتها في آخر رمضان ووزعتها ما فيش باس، المهم مثلا إلى اليوم 11 من رمضان، اليوم بالإمكان أن تفتدي عن 11 يوما المتقدمة من رمضان. إذا تركت إلى آخر يوم من رمضان وافتدت عن الجميع أو حتى بعد العيد وافتدت عن أيام مجموع الأيام لا بأس، لكن الأصل أنها توزع هذه الفدية على يعني على الفقراء. مسألة شراء الوجبات مش عارف، مسألة شراء الوجبات هذه يعني هو كإطعام في يومها، الأصل أن تدفع يعني هو لو كان من وسط الطعام إن شاء الله تجزيها إن شاء الله تجزيها، لكن عليها أن تختار يعني من هم من أهل الفقر والحاجة. مثلا بعض الناس بيقول لك نعطيها العمالة وكذا ومطلق الناس وكذا في الشارع، لا ما ينفعش، لابد اللي بتاع الشخص اللي تعطيها له تكون متأكد منها مثلا من أهل الفقر والمسكنة، لأن الزكاة لا تعطى إلا للفقير والمسكين، فهذه الفدية تعطى للفقير والمسكين خاصة فتعطيها للمحتاج فقط، أما مطلق عامل وإلا كذا ما تعرفش حالة هل هو غني وإلا فقير فهذه لا تجزي والله أعلم. سؤال معنا المتصلة أخت أم سهيل. أم سهيل عفوا، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. كيف حالك فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك، تفضلي. هذه عندي بنتي عينها توجع فيها وعاطينها علاج إن قطرة في العين. أيوه. ديرها في النهار عادي. هي لما تدير القطرة تبنن فيها في الحلق ولا لا؟ لا ما نعرفش، احنا ما بديناش في العلاج لان بنسأله بس. يعني هي الان اعطوها القطره الان؟ ايه اليوم. ايه لمده كم مره في اليوم؟ ثلاث مرات في اليوم. هذه الاولى انت اذا وضعت القطره اذا كانت محتاجه اليها للعلاج وضروره العلاج فتضع القطره ولتمن راسها حتى لا يصل هذا الدواء الى الحلق، يعني تحاول انها تتحايل على الدواء من لا ينزل الى الحلق ولا الى الرقبه يعني، لان اذا استطعمته في الرقبه فهذا عليها القضاء. لكن اذا وضعت الدواء في العين ولم تستطعمه في الرقبه فيصومها صحيح وما عليها شيء ان شاء الله. وحتى لو استطعمته يعني تكمل امساكها، هي بتكمل امساكها وصيامها، لكن عليها بعد ذلك ان تعيد هذا اليوم. فهي اللي ننصحه ما ننصحه به الصائم في مثل هذه الحالة أن يتحايل على أن مثلا يبقى مستلقيا مثلا لمدة دقائق أو ما شابه بحيث لا تنزل القطرة إلى الحلق والله أعلم. بارك الله فيك. إذا سؤال الأخ محمد أيضا من مصراته، قال أشتغل في شركة ومع شخص صاحب الشركة ما له في شبهة أو مختلط، لعله مختلط ما نعرفش هل هو من حلال أو من حرام. شوفوا وإذا كان المال الشركة عملها في الحلال يعني مش في أعمال محرم هذا أولا، ثانيا رأس المال لا يعلم أنه من حرام صافي، فأنا لا بأس أن تشتغل معه، لا بأس أن تشتغل معه، وكل نفس بما كسبت رهينة. وإذا شددنا في مثل هذا الأمر فيصعب يعني أنك تجد شخص ما تقول ماله حلال 100%، ما تقدرش تقول علي شخص يعني هذا ماله حلال في 100% ونشتغل معه.
فالأمر في إيش؟ إذن هذا الشغل معه جاهز، حتى لو اختلط أو كذا فهذا يعني هو ذنبه زي ما يقولوا ذنبه على جنبه، وأنت لا شيء عليك إن شاء الله تشتغل معه. إذا وجدت توفر لك عمل آخر فهو خير لك، لكن زي ما ذكرت ربما يصعب أنك تستيقن أن هذا مال حلال 100%. والله أعلم. سؤال الأخ من أخ مفتاح من مصراتة، يتكلم عن مسألة الكتبار الرملية وينازعه فيها شخص آخر. والله مسألة النزاعات هذه لابد من يعني من حضور يعني من استماع من الطرفين، وذكر أنه هو ليهم 70 سنة في الأرض وكذا، فمثل هذه الأمور يعني لا صعب أن افتك فيها على الهواء مباشرة، لعلك يعني ترجع إلى دار الإفتاء تجيبكم فيها مثل هذا. الأخت أم الجريح سألت عن صلاتها، صلاتها يعني تمام إن شاء الله، تقبل الله صلاتها ليلا ونهارا، ركعتين قبل كل صلاة، قالت تصلي إلا المغرب بعد تصلي ركعتين، صلاة العشاء صلاة التراويح تصلي 8 ركعات لا بأس، هي تصلي ثم تصلي الشفع والوتر ثم تقوم آخر الليل وتصلي. هو يعني اللي ننصحها به مسألة الشفع والوتر، لو استطاعت أن تجعلها آخر صلاتها يكون هو المطلوب، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإذا كنت يعني تصلي بعد صلاة العشاء صليت التراويح وعارف روحك بتنوضي في آخر الليل، إذا الأولى بك يعني أن تأخري صلاة الشفع والوتر إلى ما بعد صلاة الليل، والله أعلم. لعلنا نصل إلى ختام حلقتنا هذه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشاورهم ونأخذ من ضياهم إخاء إن أمر الناس شورى، فللإفتاء عندهم كنوز تحيل مدارك الظلماء نورا.